هذه المساحة الحرة راح نتكلم عن جمعية إشراق، تعتبر إحدى الجمعيات المميزة في المملكة. كاميرا صباح السعودية زارت الجمعية في مقرهم، خلنا نشوف هذا التقرير اللي رصد لنا زميلنا عبد الرحمن الرويس، ونرجع نرحب بضيفتنا عبر الهاتف. جمعية إشراق هي أول جمعية متخصصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست عام 1430 للهجرة وتخدم كافة مناطق المملكة. برنامج مستشارك الافتراضي يحتوي على مجموعة من المستشارين المتميزين طبعا من الأطباء والأخصائيين بجميع التخصصات، سواء كانت تشخيصية أو دوائية أو غذائية أو حتى أسرية وأكاديمية. بسبب جائحة كورونا تحولت إلى لقاء افتراضي، استفادوا منها طبعا مجموعة من مدن المملكة، وقيمت على عدة فترات، و طلعنا بنتائج كثير مميزة، والحمد لله راح يتكرر افتراضيا، وإن شاء الله بعد ما تنتهي كورونا راح يقام لقاء وجه لوجه. أحب أتكلم لكم عن آلية تسجيل الحالات في جمعية إشراق ودعمهم لتلقي العلاج. طبعا مراحل التسجيل عندنا في جمعية إشراق تمر بخمس مراحل متسلسلة. أول مرحلة هو الشخص المستفيد من خدمات الجمعية لازم يكون مشخص، يا إما من قبل طبيب مخ وأعصاب أو من قبل طبيب نفسي، يكون مشخص بفرط حركة وتشتت انتباه فقط، يعني ما يكون عنده أعراض مصاعبة أخرى. بعد ما يكون مشخص عشان نسجل الحالة في الجمعية يجي يعمل مقابلة، تعبي نموذج دراسة الحالة ويكمل الأوراق المطلوبة. هذه في المرحلة الثانية. أما في المرحلة الثالثة يقوم باحث اجتماعي بزيارة الأسرة، تحديد وضعهم الاقتصادي وما إلى ذلك. المرحلة الرابعة لازم تعتمد من قبل اللجنة الطبية ونتأكد إن من انطباق الشروط على المستفيد. آخر شيء وهي المرحلة الخامسة نقوم بتحويلهم للمراكز المتخصصة لتلقي خدمات العلاج. إدارة التوعية والتدريب هي الإدارة التي تقدم البرامج الموجهة للشباب والشابات مثل برنامج آزر وبرنامج رزين، بالإضافة إلى أنها تقدم البرامج المتخصصة للأهالي مثل برنامج تقارب والبرامج الموجهة للتربويين، وتشرف على متابعة وتقييم البرامج لتقديمها. وتضم الجمعية عدة لجان مشكلة من أعضائها المختصين، منها اللجنة الطبية والنفسية واللجنة التربوية والتعليمية واللجنة الإعلامية، بالإضافة إلى اللجان العلمية التي تشرف على المشاريع مثل اللجنة العلمية لمشروع المسح الوطني لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، واللجنة العلمية لمشروع الدليل الموحد للتشخيص والعلاج. لبرنامج صباح السعودية، عبد الرحمن الرويس، الرياض.